يلا شو؟ جاهزين؟ يلا اوكي تفضلوا. بالامس كنت شوي مش مرتاح، لذلك يعني طلع معي غلطتين. غلطة انه في شهيد واحد بمسيرة الثورة، في اكثر من شهيد، في 6 شهداء. وغلطة تانية أو هفوة سموها لي بتكون، أنه اتهمت بعض الدول العربية بالمساهمة بالمؤامرة. يبدو فيش دول عربية. مع دولة الرئيس اليوم حكينا عدة أمور مهمة، لخصها بوجهة نظري أنه عين الرماني والشياح بحاجة إلى مصالحة حقيقية، ليسوا بحاجة إلى حمايات من هنا أو هناك. بدأ مصالحة مثل ما عملنا نحن بالجبل، لجان مصالحة بكل قرية بكل حي. بدها مصالحة تما نعود نرجع للتوتر أو للأجواء 75 و76، بس بدها مصالحة. 2، أهمية التحقيق في الذين بالقناصين، لأنه عم نعيش اليوم بقناصين متجولين، وهذا خطير جدا على أمن الوطن، مش بس أمن طيوني، أمن الوطن. فلذلك نعول كثيرا على موضوع التحقيق من قبل السلطات المختصة من أجل ردع كل هذا الأمر. 3، وهون التقيت مع دولة الرئيس حول سميتها التجربة أو الخبرة، والتقينا بتوارد أفكار عطفاً على كلام سمعناه بالأمس، ما رأى أذكر لمين، بس بال75 طلعت نظرية عند الحركة الوطنية الذي يرأسها كمال جنبلاط، مش هو النظرية عنده بس، وتبناها عزل الكتائب. عزل الكتائب كان آنذاك أعطى دفع كبير لليمين اللبناني، للكتائب اللبنانية، وكنا بشيء أصبحنا بشيء آخر. صحيح اليمين اللبناني آنذاك كان يعتبر أن الفلسطيني غريب، هذا غلط، الفلسطيني عربي، لكن لجأ إلينا بعد هزيمة 48. طيب، خرج الفلسطيني المسلح من لبنان بعد غزو إسرائيلي ب82، خرج بعد دمار هائل لبيروت وكل المناطق والجنوب. اليوم علينا أن كمان عطفا على عزل الكتائب، لا نستطيع أن نطالب بعزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني أو عزل الشيعة. بدأ كتير انتباه ودقة. لذلك فلنعد عندما الوقت يناسب مع دولة الرئيس، مع رئيس الجمهورية، مع الرئيس بري، إلى دراسة الخطة الاستراتيجية الدفاعية. نعود نعمل، سموها بالإنجليزي updating، بتفيد. هذا اللي حبيت أقوله بحضور دولة الرئيس ببيته. شكرا. طب وليد بيك، يعني تحدثت عن عزل افرقاء سياسيين لبنانيين، امبارح كمان كان في حمله على حزب معين بلبنان، يعني حزب القوات اللبنانيه. ما هذا اللي قصده، ما بنوصل لمحل بالعزل. طيب واليوم جولتك، يعني امبارح عند الرئيس بري، اليوم عند الرئيس مئاتي، يعني هذه الجوله على الرؤساء كرمال يعني تهدئه الاجواء. راح كفي، عم بعمل واجباتي كمواطن عادي. رح تشمل رئيس الجمهوريه؟ ليش لا؟